تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمقام يناسب تفسير آيات الحج وكذلك تلك المتعلقة بالأضاحي أيضا، فنتناول بعض الآيات من سورة الحج تضمنت أمورا كثيرة متعلقة بما نحن فيه. أقول وبالله تعالى التوفيق، الآيات مطلعها قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآيات التي تليها تتعلق بالحج وبالأضاحي وكذا بأيام العشر الأول من ذي الحجة. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، مفاده إن الذين كفروا ومن شأنهم ومن عادتهم الصد عن سبيل الله، فإذا كان أهل الكفر شأنهم وعادتهم الصد عن سبيل الله فليكن من شأننا ومن عادتنا الدعوة إلى سبيل الله. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كان من شأن أهل الكفر الصد عن سبيل الله فليكن شأننا الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، لا يمنعنا من ذلك مانع. ولقد علمتم أن الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم هو في سجنه يدعو إلى الله فيقول: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهو في بيت العزيز كذلك يدعو إلى الله: إنه ربي أحسن مثواي. وكذلك نبي الله زكريا عليه السلام لما منع من الكلام كعلامة على أن زوجته حملت، إذ الله قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، لم يمنعه ما أصابه من الامتناع من الكلام من الدعوة إلى الله، بل كما قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال بعض أهل العلم: حتى الأخرس يدعو إلى الله بالإشارة استلالا من قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ما لا يخفى عليكم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فجدير بنا أن نغبر أقدامنا في الدعوة إلى الله فرادا أو جماعات، سرا أو علنا، لا نتوقف عن ذلك بحال إن شاء الله.
قال نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وقال أيضا: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في الأسواق، يدعو إلى الله في الأسواق. فعلينا جميعا أن نغبر الأقدام في هذا الباب، وأن لا يحول بيننا وبين ذلك حائل. إن حيل بينك وبين منبر فدعوتك إلى الله لا تتوقف، في زيارات البيوت، في الشوارع، في الطرقات، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم إنه ينبغي أن تعلم أن الله سبحانه يحفظك بالدعوة إلى الله، ليس بالتخاذل عن نصرة دينه، بل يحفظك بدعوتك إلى الله. لقد قال تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى أن قال: والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أعود إلى ما أنا بصدد: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فإذا كان من شأن الكفار الصد عن المسجد الحرام عن سبيل الله، فليكن من شأننا دعوة الناس إلى الحج، ودعوتهم إلى الذهاب للمسجد الحرام، دعوتهم إلى الحج وإلى الاعتمار، دعوتهم إلى طريق الله. قال تعالى: ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، أي يستوي فيه أهله والوافدون عليه. الذي جعلناه للناس سواء، العاكف فيه والباد، أي يستوي أهله مع الوافدين عليه. الذي جعلناه للناس سواء، العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يهم فيه بميل عن الحق والظلم نذقه من عذاب أليم. فعقد العزم على فعل المعاصي هناك أشد إثما من غيره من الأماكن. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أوحي إلى إبراهيم عليه السلام ولابني إسماعيل أن يطهرا البيت الحرام للطائفين والقائمين، القائمين في صلاتهم، والركع السجود، أي والذين يركعون ويسجدون. فمن أجل الأعمال تيسير أسباب العبادة للناس، تيسير أسباب العبادة للناس، وهو عمل الخليل إبراهيم وولده صادق الوعد إسماعيل عليهما السلام: طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هكذا أمر. فمكة البلد الحرام بلد آمن، ومسجدها آمن كذلك. وقد قال تعالى في شأن مكة البلد الحرام: لا تلتقط لقطتها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها. مكة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يختلى خلاها. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، أي إلا الحشيش إذن لنا فيه، فإننا نستعمله لبيوتنا ولقياننا.
قال إلا الإذخر إلا الإذخر. قال صلى قال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه مكان البيت وهيأنا له المكان هنالك وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. يطهره من ماذا؟ قيل يطهره من الأوثان والأصنام، وقيل يطهره من القاذورات والنجاسات، قيل يطهره من الأوثان والأصنام، وقيل يطهره من الأوساخ والنجاسات، وقيل أيضا من بعد إبراهيم يطهرونه من البدع والمحدثات، وكل ذلك له أدلته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح وكان حول الكعبة 360 صنما طفق يطعنها صنما صنما ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال تعالى طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن أعمال أمته القذاة تكون في المسجد فيخرجها الشخص، فتطهير المساجد له فضيلة. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد لما افتقدها، فلما أخبروه أنها ماتت ودفنت ليلا قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي نادي في الناس أن الله كتب عليكم الحج. قال كثير من المفسرين وليس في هذا سند موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم قال كيف أسمع النداء، كيف أسمع النداء وليس ثم مبلغ؟ قال نادي عليك الأذان وعلينا البلاغ، كذا يذكر العلماء ولعله مستل من الإسرائيليات. أذن فعليك الأذان وعلينا البلاغ. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر الجمل أو الفرس، ومن العلماء من يفرق بين الفرس والمضمر والذي ليس بمضمر، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ومعنى ضمرت أنهم كانوا إذا أرادوا سفرا أخذوا الناقة التي سيسافرون عليها قبل سفرهم بأيام فحبسوها وأطعموها طعاما معينا لتقويتها، وحبسوها في مكان حار بعض الشيء حتى تعرق ويقوى بدنها وتستعد للسفر، فيقال عنها حينئذ مضمرة بالضاد، والتي لم يفعل بها ذلك ليست مضمرة. قال تعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد. لماذا هذا الإتيان؟ ليشهدوا منافع لهم. لماذا قدم ليشهدوا منافع لهم؟ على قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال فريق من العلماء لأن ذكر اسم الله في الحج ليس بمستنكر بل هو الأصل، ولكن الذي قد يستنكر
هو التجارة في الحج، فلذلك قدم قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم تنبيها على جواز ذلك. وقد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا في الاتجار في الموسم، هذا في الاتجار في موسم الحج. قال تعالى في كتابه الكريم ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، وقد أقسم الله بها كما ذهب إليه جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى والفجر وليال عشر. وقال بعض العلماء إنها العشر التي عناها الله بقوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فقال البعض إنها أعني 30 ذو القعدة، والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة ولها أحكام معلومة. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، وهذا على الكراهة ليس على التحريم. أعود قائلا إن من أجل الأعمال التي تعمل في العشر الإكثار من ذكر الله. وأما عن الصيام فعائشة تقول رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر في بيتي قط. وقد روى هنيدة بن خالد واختلف عليه صحابي الحديث وفي شيخه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط، ولكن هنيدة ليس بصحابي، وليس هناك ما يقذف في النفس الثقة بأنه موثق. فمن ناحية الإثبات، عفوا من ناحية الترجيح، حديث عائشة أرجح، ومن ناحية الجمع إذا رمنا الجمع وهذا لا يصار إليه إلا في حال التصحيح، فنقول إن بعض أزواج النبي أثبتت وبعض أزواج النبي نفت، والله أعلم. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، أخرجه البخاري معلقا. هذا والأيام المعدودات هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولهذا الذكر فرادى أو جماعات، الأمر في ذلك كله واسع خلافا لمن منع وخلافا لمن بدع، فالأمر في ذلك كله واسع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى قالت أم عطية يا رسول الله الحيض وذوات الخدور؟ قال نعم، يشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين، وفي رواية فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى في خيمته فيسمع أهل منى فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة، فلا مانع أيضا من التلبية الجماعية أو التلبية الانفرادية. والتلبية الجماعية من شأنها
أن الصوت بها يرتفع. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج هذا. ولقد ورد حديث في سنده ضعف: أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة الذبائح. ومنه قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فكثرة الذبائح تلك التي يصاحبها كثرة صب الدماء، هذا عن الثج. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكان هذا مستندا لمن قال: إن لحوم الأضاحي تنصف، نصف لك وأهل بيتك ونصف للفقراء. وثم أدلة أخرى يأتي القول فيها، وهذا ليس بصريح في التنصيف. قال تعالى: وأطعموا البائس الفقير، استفيد منه أنك كلما أطعمت من هو أشد فقرا كلما كان الأجر أعظم، لقوله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، إلى أن قال: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والمسكين ذا متربة الذي لاصقت يده بالتراب من شدة الفقر. قال تعالى: وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم. قضاء التفث قيل منه إزالة الوسخ، أي ذلك يوم يكون يوم النحر، فالحاج ممنوع من حلق الشعر، أي شعر كان، حلق شعر الإبط، عفوا، حلق شعر الرأس، حلق شعر العانة، نتف شعر الإبط، كل ذلك ممنوع منه الحاج طيلة حجه إلى أن ترمى جمرة العقبة يوم النحر. هكذا على الحاج. وكذلك قصد الأظفار، فقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قيل ليزيلوا أوساخ أبدانهم ويقصوا أظفارهم ونحو ذلك، وليوفوا نذورهم. فمن كان نذر أن يطوف بالبيت فليطف، من كان نذر أن يذبح فليذبح، من كان نذر أن يصلي في الحرم ركعات فليصلي، من نذر أن يتصدق هنالك فليتصدق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق قيل عنه عتيق لأنه قديم، قيل عن العتيق عتيق لأنه قديم، وهو أول بيت وضع للناس، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن حرمات الله توقير مكة وامتثال أمر النبي في شأنها، فكما سلف: لا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها، لا يختلى خلاها، لا يعضد شوكها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. والأنعام هي الأنعام الثمانية، وهي التي يضحى بها ولا تجوز الأضحية بغيرها: الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والناجة، الجدي والعنز. هي الأنعام الثمانية وهي التي يضحى بها. وأما الوارد عن بلال أن مؤذنا ضحى بمؤذن، أي أن بلالا ضحى بديك، فلا يصح، بل هو تالف الإسناد جدا. قال تعالى:
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم المتلو علينا في سورة المائدة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فهذا المحرم علينا من الأنعام. قال تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا القذر الدنس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا قول الزور، فاقترن قول الزور بعبادة الوثن، وإن كان قول الزور كبيرة لكن لعظمه، عظم هذه الكبيرة اقترنت بقول باجتناب الرجس من الأوثان هذا. والزور الميل، الميل عن الحق إلى الباطل، أعظمه وهو شرك شهادة الزور على رب العالمين. فالذي يقول إن لله شريك شاهد زور على ربه، والذي يقول إن لله ولد شاهد زور على ربه، والذي يقول إن الملائكة بنات الله شاهد زور على ربه. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، مائلين إلى طريق الله موحدين غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فإن خر من السماء قبل أن يصل إلى الأرض تأتيه النصور والسقور وهو في طريق النزول من السماء إلى الأرض، فتمزقه قبل أن يصل إلى الأرض كل طائر، كل نسر جارح، كل صقر يأخذ منه قطعة قبل أن ينزل إلى الأرض. وإن سلم من النسور والصقور والجوارح ونزل إلى الأرض ينزل في مكان عميق جدا سحيق لا يستطاع الوصول إليه، هذا شأن المشرك. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاحتضار الطويل في شأن روح الكافر، وأنها لا تفتح لها أبواب السماء، لا تفتح لها أبواب السماء. ويقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتنزل روحه من السماء السابعة. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما المراد بشعائر الله في هذا المقام؟ المراد بشعائر الله الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام كي يضحى بها هنالك. وإن كانت كلمة شعائر الله تحتمل جملة من المعاني، فكل أعمال الدين الظاهرة تدخل في شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، كذلك فالصلاة من شعائر الله، قيام الليل من شعائر الله، فكل أعمال الدين الظاهرة يطلق عليها شعائر الله. لكن قد يكون ثم موطن يراد بشعائر الله معنى خاصا من المعاني. فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بها هنا الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام، وكذلك البقر المهدى إلى بيت الله الحرام. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وتعظيمها استثمانها، أي تكون سمينة ليست بهزيلة. فاجتهد أن تتقرب إلى الله بكل طيب وحسن وجميل، ولا تيمم الخبيث منه تنفق. وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني على وجه التقريب،
والتي يسميها أهل الجزارة أنها كسرت، أي زارت لها أسنان سنتان من الأمام، الثني من الإبل على وجه التقريب ما له 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر ما له 2 سنوات فصاعدا. والجاموس بقر أسود، هو بقر أيضا، ومن المعز 1 سنة فصاعدا، ومن الضأن 6 أشهر فصاعدا. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة البين كسرها، وعن الهزيلة التي لا تنقي، المجنونة ضعيفة العقل ضعيفة المخ. فيستحب استعظام البدن 7 في جمل أو في ناقة أو في بقرة، أعني 7 أبيات. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، من تقوى القلوب، أي من الدليل على تقوى قلبك تعظيمك لشعائر الله. قال تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أي لكم في البقر ولكم في الإبل منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، المكان الذي ستذبح فيه هو البيت العتيق، هكذا إذا لم تحبس. أما إذا حبست أنت عن الحج فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل عيدا، وقيل موطنا للذبح، وقيل زمنا للذبح. فأخذ العلماء من ذلك أن الأعياد إنما شرعها الله ولم يشرعها البشر، ولكل أمة جعلنا منسكا. فمن ثم فلنا كمسلمين عيدان: الفطر والأضحى، والجمعة باعتبار آخر تجمع الناس فيه وعوده، أما ما وراء ذلك فليس لنا أعياد. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لفتح مكة، ولا عيدا للهجرة، ولا عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب، ولا غير ذلك من الأعياد إلا ما ذكر. فعلى ذلك بدعة منكرة الأعياد المستحدثة، عيد النصر والثورة وغيرها من الأعياد، والأيام التي يسمونها في بعض الدول اليوم الوطني لكذا وكذا، كل هذا لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا. ولقد قال النبي لأصحابه: إن الله أبدلكم خيرا منه، أي من عيد اليهود، الفطر والأضحى. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. فالأعياد لذكر اسم الله، ليست للعب ولا لعصيان الله، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من الملل، فإلهنا نعبده إلها واحدا هو الله، إله الجميع هو الله، ولكن المسلمون وحدوه ولم يشركوا به شيئا. أما أهل الشرك فدعوا مع الله آلهة أخرى على خلاف بينهم في الإله المعبود من دون الله. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فهذا أصل الأصول عندنا كمسلمين، الإقرار بوحدانية الله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، قل هو الله أحد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، إلى غير ذلك من الآيات. قال الله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي استسلموا واخضعوا واسمعوا وأطيعوا، وبشر المخبتين، قيل الوجلين الخائفين من الله، وقيل صفتهم التي ستأتي
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في شأن المخبتين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم. فجرت سنة الله سبحانه على أن الخلق في دنياهم يبتلون بالسراء ويبتلون بالضراء، فليكن حال المؤمن عند الضراء صبر على البلاء، وحاله عند السراء شكر على النعماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقد يشاء الله لعبد أن ترتفع درجته بصبره على البلاء، وقد يشاء الله لعبد أن ترتفع درجته بسبب خوف ناله، أو بسبب هم حل به، فالخوف يرفع الله به الدرجات أيضا إن أنت صبرت له واحتسبت وامتثلت ما أمرت. وكذلك الهموم والأحزان ترتفع بها الدرجات إن رضيت بقضاء الله وصبرت وصابرت، والله المستعان. قال تعالى: والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، المداومون على إقامتها، ومما رزقناهم ينفقون. فنفعهم متعدي، وخيرهم للعباد واصل، ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هل البدن هنا الإبل أم يدخل فيها البقر؟ البدن أحيانا، كل ما يقلد يطلق على كل ما يقلد من بقر وإبل كي يهدى للبيت الحرام، فيقال للبقرة المقلدة التي في رقبتها شيء كي تهدى للبيت الحرام، كي تهدى تذبح عند البيت الحرام، إنها بدنة. فمن العلماء من يسوي في إطلاق البدنة على الجمل أو الناقة أو الثور أو البقرة، ومنهم من يفرق أحيانا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث المعني هنا، وذلك لسياق الآيات الكريمات، أن المراد بالبدن هنا الإبل، الجمل أو الناقة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. يا أخي اسكت، لا تشغلنا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعلام الدين الظاهرة، البدن المقلدة المهداة إلى البيت الحرام، جعلناها لكم من أعمال الدين الظاهرة. ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: والعاديات ضبحا، قال قائل من العلماء: إنها الخيول التي تعدو ومسرعة قبل العدو فتقدح الشرر بحوافرها. ومن العلماء من قال: العاديات أيضا هي الإبل المتجهة من مزدلفة إلى منى يوم النحر في الصباح، لأنها تغير في الصباح، فمنظرها مهيب، ركابها يركبونها ويلبون لبيك اللهم لبيك، وهي مقلدة. وإلى أين المسير؟ المسير لمرضات الله سبحانه بنحرها هنالك. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، في قوله تعالى لكم فيها خير رد على الذين يزهدون في الأضاحي، ورد على الذين يزهدون في دماء التمتع. فطفق قوم يقولون: لا تضحي، وأرسل بالمال إلى الصومال أو إلى أفريقيا أو إلى سوريا أو إلى الحبشة أو إلى غير ذلك،
فيضيعون شعيرة من شعائر الدين، فنقول إن الله قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فيكفينا قوله تعالى لكم فيها خير، وقوله جعلناها لكم من شعائر الله، وقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم هديا في حجته 63 من الإبل نحرها بيديه، نحرها بيده، وأعطى عليا ما غبر، وكان 37 من الإبل فنحرها علي لرسول الله وكالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مجموع ما نحر للنبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. فتعظيم الأضاحي وتعظيم الدماء المقدمة للإهداء لبيت الله الحرام من تقوى القلوب. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، ووجه ذلك أن تقف على 3 أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، أي مضمومة ساقها إلى فخذها ومربوطة برباط، وتطعن في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم طعنة قوية سريعة. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت بجلودها على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهذا مستند لمن قال إن الأضاحي تقسم 3: كلوا منها أنتم، أطعموا القانع المتعفف، والمعتر المعترض لكم بالسؤال، وليست بصريحة في تسليس ذلك. فقوله كلوا منها لم يحدد كلوا منها كذا، ولم يحدد أطعموا القانع كذا، ولا المعتر كذا، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال بعض أهل العلم: فترى الطفل الصغير يسحب الناقة الهيولي الضخمة، ولو شاء الله لنفرت عليه وداسته بأقدامها فقتلته، ولكن سبحان من ذللها. الطفل الصغير يقودها، ولا يستطيع هذا الطفل أن يقود فأرا، بل ولا يستطيع الكبير أن يسحب فأرا كما يشاء، فسبحان من سخر لنا هذه الإبل. قال تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله هو الغني عنا، وكما قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال تعالى هنا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فذكر الله عند ذبحها مشروع، وذكر الله كما سلف من أجل العبادات، والعبادات شرعت، ومن أجل مقاصدها ذكر الله سبحانه كالصلاة: أقم الصلاة لذكري. كذلك الحج يذكر اسم الله في أيام معلومات، كذلك الذبائح، كذلك الأعياد، كل ذلك شرع، ومن أجل مقاصده إقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فالله أكبر والحمد لله، ولعلكم تشكرون، لعلكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال فريق من العلماء: المحسنون هنا هم الذين يفعلون النفل بعد الفرض. وقال آخرون من أهل العلم: المحسنون هنا هم الرفقاء بالذبائح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال آخرون: المحسنون هنا هم الذين يراقبون الله حق المراقبة، فيعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه سبحانه وتعالى يراهم. قال تعالى: وبشر المحسنين. ثم قال جل ذكره: إن الله يدافع عن الذين آمنوا،
إن الله لا يحب كل خوان كفور، فتأكد أنك ما دمت على الإيمان فالله يدافع عنك والملائكة تستغفر لك وتدعو لك. أما إذا كنت خوانا كفورا فعياذا بالله من الخيانة، وعياذا بالله من كفران النعم، وعياذا بالله من الجحود. فالخوان الكفور لا يحبه الله، والمؤمن التقي البار الله يدافع عنه. هكذا قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: في الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء تقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، فهل الأخيرتين تقرأ الفاتحة فقط أم تقرأ فيها سورة؟ الفاتحة أحيانا تقرأ الفاتحة فقط، وذلك لورود هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. ولكن أحيانا أيضا تقرأ سورة في الظهر وفي العصر. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين بنحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن الأخرين في الظهر أطول من الأخرين في العصر. وقد قال أبو هريرة: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر لك معك من القرآن، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأت، والله أعلم. كم عدد التسبيحات سبحان ربي الأعلى في السجود؟ إن شئت قلت 3، وإن شئت قلت 1، وإن شئت قلت 2، وإن شئت زدت، وإن شئت نقصت. هل يجوز لأخت الزوجة أن تتحدث مع زوج أختها؟ هذا يصاغ بصياغة: هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع رجل أجنبي؟ لأن زوج الأخت أجنبي، والتحريم في شأنه مؤقت. فالجواب إجمالا: الحديث مع المرأة الأجنبية للحاجة وعلى قدر الضرورة وعند أمن الفتنة، والله أعلم. هل هناك عدد معين للرؤية الشرعية للخاطب؟ ليس هناك نص في ذلك، ليس هناك نص في ذلك. الخاطب يريد أن يعقد على الفتاة بدون أوراق رسمية، هل هذا يجوز؟ وهل لأهلها أن يوافقوا؟ نعم يجوز، إذا كان هناك ولي وشهود، وكان هناك صداق، والبنت موافقة وأولياؤها، والزوج موافق، جاز أن يزوج. إنما الوثيقة لتثبيت الحقوق فقط. مدرس لغة عربية مستقيم أعطوه مادة الرسم يدرسها للأطفال، قالوا: مؤقتا حتى نرى الظروف ويتعدى الجدول الحصص، إن استطاع أن يرفض فليرفض، إن عجز وكان مضطرا ضرورة بالغة كما ذكر في سؤاله فالمضطر له أحكام خاصة. تقول: طلقها زوجها الآن في العدة، ولكنه ألقى عليها طلاقا آخر قبل أن تنقضي العدة، فما حكم الطلاق الثاني الذي لم تسبقه مراجعة؟ في ذلك اختلاف بين العلماء، أختار من آرائهم الرأي القائل بأنها تطليقة واحدة لأنه تحصيل حاصل، والله أعلم. هل تجوز التضحية بعجل البقر وهو دون السنتين إن كان كسر؟ لا بأس، يعني ظهرت أسنانه المقدمة، أما إذا لم يكن فقال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. يسأل أخي يقول: التقيتم بالشيخ فلان في مدغمر؟ لا، ما حدث هذا. يسألون عن المشايخ: الشيخ محمد والشيخ أبي إسحاق، كلهم بخير والحمد لله. رجل استدان مالا 1000 جنيه في سنة 2200، فأراد السداد الآن،
هل يسدد الألفين ومئتين أم ماذا؟ نعم يسدد الألفين ومئتين. رجل سافر أولا للعمل في مكة ثم إنشاء عمرة في بعد ذلك، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. وكيف يدخل مكة؟ إن أراد أن يدخلها معتمرا دخلها، وإن أراد أن يدخل للعمل فإذا جاء وقت الحج أهل من مكانه فلا بأس بذلك. إذا أردت أن أضحي أو أعمل عقيقة أيهما أقدم؟ الأضحية شأنها أعظم والله تعالى أعلم، شأنها أعظم. طيب، بعض المشايخ افتنى بحلق اللحية في هذه الأيام، هذه الفتوى فتوى غير سديدة، إنما ينظر إلى أمر كل شخص، فالذي هو في بيته آمن وفي سربه آمن وفي تنقلاته آمن يأسم إذا حلق لحيته، أما الذي يخشى أن يصاب بأذى مؤكد فقد يكون مضطرا إذا كان يستلزم أمره الخروج، فهو الذي يقدر ضرورة نفسه وهو الذي يقف بين يدي ربه. رجل يظن أنه أو يظن أنه أحفظ قومه وأعلمهم ولم يتقدم للإمامة، وتقدم من هو دونه، هل يأثم لذلك؟ لا يأثم، لا يأثم، لأن سلطان المسجد هو الإمام، فحتى إن كان سلطان المسجد إمام المسجد أقل حفظا أو أقل علما من شخص آخر، هو أيضا الذي يصلي. إنكم ترون أن عمر كان أقل حفظا من أبي بن كعب، أن عمر يقول أقرأنا أبي، ومع ذلك عمر الذي يصلي، يصلي بالناس. فإمام المسجد هو سلطانه، إن شاء صلى بالناس، وإن كان هناك من هو أقرأ منه، وإن شاء قدم غيره. هل لو عملت وتحققت أن أحد المصالح الحكومية تزيد علي في مستحقاتها وفواتيرها ألا أدفع لهم؟ إن كنت شاعر بأنك مظلوم لك أن تنتصر بقدر مظلمتك، طريقة العلاج أن تأدل بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك.